أروي لكم عن قصات للمصطفى، إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القوي مخروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبعود غصن للصفوف أعاده، وعاد للصف القويم تقوما. قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما، ألمتني بالعود يا خير الورى؟ فاستغرب الجمع الغفير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه؟ هذا رسول حاز خلقا عظيما، فتأملوا في قائد ومجند قد أزهر الإسلام حبلا فيهما، هذا محمد كاشفا عن بطنه، تفديه روحي مرسلا ومعلما، يعطيه ذاك العود دون تردد، ويقول خذ مني القصاص مسلما، فإذا به في لهفة وتشوق، وكأنه يروي الفؤاد من الظما، يجثو سواد كي يضم حبيبه، لم يستطع من شوقه أن يحجما، ويعانق البطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما. يا سعداه قد نال حظا وفيرا، أصغوا إلى ما قال حين تكلما، يا سيدي إني خرجت مجددا، وعدونا جيش يسير عرمرما، لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما، فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أم في سعيري أضرما، لكن جلدي مس جلدك علني، أمضي وجلدي عن جهنم حرما. صلى عليك الله يا خير الورى، قد صار حبك في شرايين.